أطفال هذا اليوم لكن نحو السماء بأرواح شهدائنا الأبرار نقف دقيقة صمت. الهندسة المعمارية بناء على المرسوم الجمهوري رقم 481 لعام 2012. تتضمن الكلية الأقسام التالية: قسم التصميم المعماري، قسم علوم البناء والتنفيذ، قسم تخطيط المدن والبيئة. أهم النشاطات والفعاليات في الكليتين. في النهاية نشكر لكم حسن إصغائكم وحضوركم المميز مع تمنياتنا للخريجين لمستقبل واعد. تم إنجاز هذا العمل من قبل محمد نور الأكبر. والقادم أهم. Thank you.